مساء الخير. هضامة، سآلة، علامات استفهام، كلهم بيجتمعوا باسم واحد، ناتالي جعدانيستا. أهلا وسهلا فيك بمع تمام. أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ مش عم بعرفك. والله أنا عم بطلع فيك إن كان بلبسك إن كان باللوك تبعك. كتير بحب إنه أنت جاي اليوم على برنامج جدة، بس العالم ما بتعرفك هيك. ولا أنا صراحة، بس مرتين لبستني أصرت إنه أطلع هيك حتى العالم تعرفني هيك. أها. أنا معك. بس عندي مع سؤال. مع تمام بدي يكون جدية صح؟ صح. أوكي. بس ما بتلاقي إنه غلط على طول الناس تشوفك بالصورة اللي عم فرجيهم إياها؟ أنا نسيت أقول إنه أنت نجمة السوشيال ميديا. أنا؟ وملكة السوشيال ميديا. ليه الناس ما بتشوفك جدية؟ ليه الناس على طول بدها تشوفك بالكاركتير أو بالإيماج اللي هي المزح، اللي هي المسخرة، اللي هي إذا بدك بمحل معين منا جدية مثل هلا؟ يعني أنا هلا ما عم بعرفك. الكوليه اللي لابستيه ما يعني بحسه ما بيشبهك، مع انه كثير طلع حلوه. بس لا اعترف انا يعني. عارفه شو عم تعمل انت، دربي على الحافر دربي على المسمار. حتى انا ما شكرا، ما قادر احكي على الكلام الحلو اللي حكيته عني صراحه. هو انا حدا هيك مثل ما شايفين الناس، انا حدا بكره الجديه، ماني جديه، بس في حسب انت ومع مين عم تحكي لتكون جدي. بس ذس از مين، يعني هذا انا ناتالي اللي بضحك، ماني بضحك. جعدانيستا مش ناتالي اللي بتضحك. الاثنين هن ذات الشخص. بس الناس بيعرفوكي بجعدانيستا، بيعرفوني بجعدانيستا اكثر. وعلى فكره الناس اللي عملوا جعدانيستا مش ناتالي اللي عملت جعدانيستا، هي كانت اول شيء سآلي. كيف بلشتي؟ بلشت انا بتعرف مثل ما بتعرف انت انا مطلقه، وصفحتي فيها بنتي وخصوصيات وهيك. سو انا كثير من زمان بتسائل على العائله وسيره. انت بتعرف طول عمرك زنخه يعني. زنخه كمخه 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 كمخه. طب لحظه، يعني هلا انا فيني اقول سكوب. اوكي بس انا كمخه يا خيي. طب خليني احكي. ناتالي جعدانيستا، انت كمخه؟ كمخه. ايه بشو كمختك؟ وين؟ انا ما 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 بيهمني شيء، يعني ما بيهمني، يعني فيني فوت على الشغله ربطي قفعينه، يعني ربطي قفعينه. اوكي بتعب يعني بتنبسطي انه في ناس بيعتبروك زنخه وفي ناس بيعتبروك كثير مهضومه. في ناس بتقول لا هيدي زنخه منا مهضومه. تمام. انت مهضومه او زنخه بتعتبري حالك؟ الشخص اللي العالم كله بتشوفه بس محل واحد ما بحياته حينجح بحياته. لازم يكون عندك ناس بتلاقيك زنخ وناس بيلاقوك مهضوم مثلك انت. يعني انت بعد لحيت هلا انا اللي لقيتك مهضوم بس اوكي. وكتار لا اللي بيعرفوك صار او المخرج بيلاقي كثير مهضوم. نعم. فريق العمل كله بيعتبرني مهضوم. حسيت. جعدانيستا جاوبيني. نعم. على السؤال. شو هو؟ كيف قدرتي تحصلي وتكوني ملكه بالسوشيال ميديا، نجمه السوشيال ميديا؟ يعني انا ما في مره بفتح الانستغرام عندي غير تطلعي لي بشيء جديد. رح احكي اكثر كمان عن هذا الموضوع، بس قولي لي كيف صرتي هيك نجمه؟ هلا اذا بك عن جد ما عم بمزح، انا اللي ما بعرفه بعتقد هيدا مثل ما عم بقول لك هن اللي عملوني. وفي عشي من عند في رساله بدها توصل، ما بعرف كيف ربنا حطني فجأة صرت. أنا انصدمت، يعني أنا ما بحياتي قلت بعمري إنه أنا حصير مشهورة أو اشتغلت لها لصير مشهورة. هيدا يمكن اللي بتخلي الشغلة تكون صادق. أنت وقت تكون صادق بشيء عم تقدمه وما عندك من وراء أي مقابل، يعني ما عندي هدف مثلا أقبض أو أوصل أو صير مثلا إعلامية، مع إنه فهمت شو قصدي؟ ما في هدف بتوصل. العالم منها هبلة، يعني ممكن تنجح بكلمة كلمتين قلتها وبتموت بعدين بالقصة. بس وقت أنت تكون أنت حقيقي مع العالم ما بدك شيء منهم، أوكي بعتقد بتكمل. بس أنا ما بشوف حالي مثل أنت عم تقول نجمة السوشيال ميديا. لا أنا ما عم أقول أنه أنت نجمة، عم أقول نجمة السوشيال ميديا لأنه عندك فولورز كتير، عندك على الإنستغرام كتير عالم عم تحضرك، كتير لله. عالم بتتابعك. الحمد لله. ناتالي. نعم. أنت حيوانة؟ حيوانة؟ إيه؟ حسب أي نوع. كل انسان فينا بيشبه حيوان معين. جاوبيني على السؤال، انت بتقولي عن حالك حيوانه، شو السبب؟ حسب، كل انسان بيكون حيوان بمحل معين. مثلا اذا بيتسرع بمشاعره حيوان، اذا بيغلط بالعالم بيكون حيوان. بس حسب اي نوع حيوان، يعني انا عم بقول لك انت حيوانه. ايه يعني اليوم باي طريقه بتقولي؟ بس انا بلاقي اهضم واحد هو الحمار. الحمار؟ لانه دائما قلبه طيب. يعني اليوم غلط اقول انه جعدانيستا حماره؟ تمام. هالايام نحن في قاعد عم نشوف ناس عم تغلط ببعضها. الانسان صار صعب تقول انه انت انسانه، ما عم افتقدناها. صح. يعني الحيوان مش عيب. صح. اذا بدك تشبه حالك للانسانيه اللي صايره بهالايام، في شيء اسمه حيوان انسان. ناطق مزبوط وبيفهم اكثر من 100 انسان يمكن. ما بعرف ما بعرف. عايا جواب بدك تجاوبي. عايا بدك ما فرقني معي. انت حيوانه او انت حماره؟ لا الحماره مهضومه. حماره مهضومه.
هيك الله خلقني هيك. بتطلع على حالك بالمراية بتقولي أنا حمار؟ لا بقول أنا قمر. قمر؟ فنانة قمر. ما مش حاسة عن جد بتشوفي حالك قمر؟ لا. شو بتشوفي حالك؟ عادي. رح أحكي عن شكلك اللي إذا بدك كتير عالم بيحكوا فيه بس ولا مرة حدا جرأ سألك يا السؤال. حأسألك يا أنا اليوم، جاوبيني أنت شو بتعملي بالحياة؟ أنا أم لبنت عمرها 8 سنين. نعم. وعايشة عشانها صراحة. عايشة عشانها. أنت بتكره الأغبياء؟ مظبوط. صح؟ شو بتشوفي حالك؟ بعيدة عن الغباء؟ لا بالعكس، في غباء مش ذكية كتير. أنا ما بتدعي، أنا بعيدة عن العالم اللي بتدعوا. الواحد يعترف هو شو. هيدي المساج. ما حدا بيرفكت، إذا بيرفكت ساعتها يطلع دغري على جنب بيضلوا رايح دغري ملايك. يعني ما في حدا ملايك. يعني كمان فيني أقول إنه جعدانيستا غبية؟ في محلات تغب بكون غبي فيها لتتعلم تصير قوي. مش دائما أنت بتخلق كتير ذكي. هيدول اللي بيدعوا كتير أنا وأنا وأنا، هي اللي فوتنا بحيات بلبنان. بس هي غبية مش غبية، عادي. أوكي. مني وفي. فإذا اليوم من أول 5 دقايق بالحلقة طلعت حيواني حمارة. تمام. حمارة وغبية. شو بعد فيه؟ كيف قدرت تعملي هالنجومية؟ دكتورة. دكتورة شو قلوب؟ صعبة هاي. أداويها مبارا. هيدي صعبة. ما بداوي قلوب أنا. تمام. بتداوي قلوب ناس بس ما بتداوي قلبك أنت. أنا إنسانة. أنت اليوم ناتالي حجاج. أنت اليوم ما عايشة لفيون روز؟ لفيون روز لا. لا. وعلى فكرة ما بطمح له. بس انت عايشتيها، انت جاي من عائلة هي لافيو اون روز. بفتخر بعائلتي اكيد، بس عائلة علمتني انه لافيو اون روز منا مظهر. اوكي. لافيو اون روز هي انك حل. انك تضلك متفائل، تخاف ربك، تعرف تكون صح بزمن هلا صعب تلاقي الصح. حلو. بس انه صفحتي برجع بقول لك تمام صفحتي. انا ماني دكتوره بقول لهم يا يعني بيعاتبوني مثلا اذا حكيت مثلا ما بقدر اتمسخر على سياسي معين. ما ليه. بقدر ممنوع بيقوموا لك اللي معه انت اللي بيقوموا عليك. الله الله. مش تبعوا للسوشيال ميديا، محيطك انت ناتالي، عائلتي وجو جعدانيستا، عائلتك هي اللي بتقوم عليك. الله الله. كانوا شو كانوا. هلا رح احكي انت لمين بتنتمي سياسيا. عادي. أوكي. بفتخر عادي. انا ما قلت انه اذا ما بتفتخري او لا. عادي عادي. يعني بنتمي لكل السياسيين بلبنان على فكره. بتفتخري بكل السياسيين؟ اكيد. وعلى شو نزلي ثوره وكلهم يعني كلهم الثوره تاعتي ولا بس الثوره اللي انت سمعت عنها؟ ثورتي مش هي الثوره اللي هي كانت اول 6 أيام 7 أيام. هيدي ثورتي. اللي هي كل العالم نزلت، ما في ولا دين يعني ولا حزب. يعني انت اليوم الثوره عندك مش كلهم يعني كلهم؟ لا مش كلهم يا كنت. مين عندك يبقى بالحكي؟ كلنا يعني كلنا. شو؟ كلنا يعني كلنا. نسير الشعب. كلنا الشعب. انت اليوم صار فيكي من ورا السياسيين. جاوبيني انت اليوم كجعدانيستا مين وصلنا اليوم؟ مش السياسيين. نحن بقى بعد ما نضحك على بعض. تمام. نحن هلأ لهلأ لهلأ أنا عم بنتقد سياسة أو عم بنتقد سياسة. أنا بس سكر الوقت انتقد وخلص. ممكن يكون بحاجة لحدا تابع لسياسة معين ليساعدني. يعني معين. نحن غلط. نحن غلط. بس كمان نحن اللبناني غلط بعدك فيه. لليوم أنت عم تدافع عنهم. ما عم دافع عنهم. عم بتقول أنه مش كلهم. هني أنا بالنسبة لي. لا كلهم يعني أنا هن بالنسبة لي هيك. شو حياتي؟ يعني قد ما انا اللي بدي انا احط طاقتي عليهم. لا بحط طاقتي على الجيل الجديد لانه تعلم. ما تغلط غلطتنا نحن، ما تغلط غلطة اهلنا. طيب. اوكي. وجه بوجه انا وياكي بهاي الفقره ما زال بلشنا فيها. جاوبيني. نعم تفضل. والدك حبيب قلبي. حبيب قلبك طبعا. بيستحي فيكي؟ طبعا كان يستحي فيكي. لانك مسخره. لا بالعكس. شو على فكره شو؟ العالم يمكن اللي حوالي والدي ممكن بيحكوا هذا الاسلوب، بس انا بتحداك تمام تحكي بي هلا التلفون او تحكي اي حدا من عائلتي ويقول لك بيستحي فيي. انا ما بحيي. طب ليه استحى فيكي اول فتره؟ لانه ما فاهمين بابا رجال منه صغير كبير. هذا الشيء السوشيال ميديا يمكن هو ما بيعرف انستا، ما بيعرف هدول الشيء. فكر بس بيك اسم معروف. ايه بس شو فكر بابا مهم. بابا فكر انا فايتي مثلا انه طقحنك او 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 او, أو يعني محل معين يمكن. انا ما فيني اقول يمكن حيزعلوا مني. يمكن تفكرني تعرف الاهل انه ستيل العالم اللي ممكن تشرب، ممكن تغلط، ممكن خاف دائما التي في والسوشيال ميديا. فكر انه هذا تي في بالنسبه له خاف. بس بي انا مأكد على راس السطح ولا ممكن ولا واصلا انا بقتل حالي قبل ما انا اوطي له راسه. حلو كثير. انا بدي اوجه تحيه لوالدك. وانا بوجه له احلى تحيه. بدي احكي عن موضوع يمكن العالم هلا. انت اول ما بلشت قلتي انا مطلقه طبعا. عندك بنت مهضومه الله يخلي لك اياها. عندي سؤال، مين عم بربي البنت؟ انا وعائلتي. انت وعائلتك و... محل ما بدك ياني كمل اعملي لي كات. اوكي. كوني اكيد بوقف. اكيد. رح اسالك سؤال، كيفك مع الكيف؟ والله العالم كلها مكيفه هالفتره. عم
جاوبيني على جاوبيني على قد مش تمام ولا مش تمام. انا عم بسال، انا سالتك كيفك مع الكيف. انا مع الكيف ما كثير بتفق. مع الكيف ما بتتفق؟ لا. ليه تغيروا لون عيونك؟ لانسز. ليه تغير لون عيونك؟ صار حلوين. تمام، مش حتستفزني. استفزيتك. قول شو الكيف. قول، انا بتحديك تقول شو الكيف. انا مش خايفين. لحظه، اذا عم تتحديني. ايه بتحديك. اذا عم تتحديني انا بحترم وجودك. تمام. ليه تمام؟ ليه وجعدانيستا قلنا تبي حجاج كثير مشبهوا بعض. قول عادي، ما عندنا شيء مخبى. ما عندي انا شي ما عندي شيء مخبى. جاوبيني على السؤال قبل ما اوصل لك للكيف. شو هو؟ اثناء ما كنت يعني متزوجه. ناسي والله كثير كنت ناسي. جربت الكيف؟ وانواعه ما قدروا ينسوني. اعوذ بالله. لا لا. انا بنت، قلت لك بعدك عم تحكي عن بيي. انا عم بطلب اكيد تحيه لبيك وتحيه لعائلتك كمان. بطلب من الكاميرا ما تاخذ. لو بدي اجرب الكيف. هيدا شو بيعني لك؟ ما بيعني لي شيء. ما بيعني لك؟ إني أنا شيء لا، بس أنا بيعني لي إني ما أفتح سيرته، مش عشاني، عشان أغلى شيء عندي. ما عندي مشكل كمان. طيب، ما رح جيب سيرته احتراماً للي أنت ما بدك ينحكى فيه، وأنا بحترم هيدا الشيء. لا، طول عمري، طول عمري بحترم الآراء الناس، بس ليه طلقتي؟ ما بنطق. ليه طلقتي؟ طلقت لأنه أنا ما بتفق أصلاً. هو السؤال مش لازم يكون هيك. تمام، أنت ليه تزوجتي؟ أساساً هالأيام خسرنا. أنت ليه تزوجتي؟ ليه طلقت؟ لأنه بالنهاية ما في اتفاق ابدا انا وطليقي، وبحترمه اكيد بيا لبنتي واثبت لها، لانه الولد يربى بعائله كثير متناقضه بي وام، مش لمصلحته. اوكي، هي بس اللي طلقت. شو بعرفني شو سبب الطلاق؟ هيدا قصدي. سبب الطلاق اختلاف التفكير والبيئه والعقليه وكل شيء. ليه تزوجت؟ لا هون فين لك انا حمار. انا ليه تزوجتي؟ هون لك انا حمارة، انت عم تقول لي حيواني. ليه تزوجتي؟ ما بقول لك ليه. لانه استهبلت فيك تقول. كان وقتها ليك نصيب، بده يجي بده يجي. اوكي، هيدا اللي بيقام ما بيقام بالنصيب، انا بقام بالنصيب. بس خلص، وانت بتربى ببيئه انه آخرة كل بنت هو الزواج والعائله. which is انا عم بقوم باتصال على مباشر على الهواء لنوح زعيتر. فشو بكي؟ نعم، مين عم تتصل؟ ليك انا ما حدا بيهددني. ما حدا بيهدد. تمام. نوح مساء الخير. اهلا اهلا. تمام، وعليك السلام حبيبي. اول شيء اهلا وسهلا فيك معنا. نوح، لحول اتصال مني لعند جعدانيستا، بدي اسالك كم سؤال اذا بتعمل معروف. في مجال؟ مرحبا. 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 كيفك استاذ نوح؟ الله يوفقك. ليك ابعث لي كم حدا من عندك يجي يخلصني من هالحلقه، لانه صراحه عم يعمل فيه العمايل. تمام، الله يوفقك. الله يخليك. يعني انا حانتحر. له بالعاده. تمام، له بالعاده. ما 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 عم بعرف شو بده هلا. شو اسئلتك؟ مصر انه انا بدي اعمل لنا مشاكل. ليك انا عم بقول لك، انا قلت عندي لعندك على تمام. انا طوقت لي بالاخر، صمتني اخر حلقه، عمل لي عمل فيه العجيب. مع سلاحي انا. ما تقبلي تردي على السؤال تبعه ثاني مره، بس مره يسال السؤال انا مرة. انا انا بي 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 بحمايتك نوح، عن جد انا بحمايتك. وغير هيك بدي اسالك، انا كنت قلت مره عندي بالصفحه انه ليه ما انتوا اهل بعلبك بتنزلوا بتستلموا هالدوله وبتخلصونا بنمشي صح، لانه نحن هيك بلد مش ظابطه المنيح واللي مش منيح ويضحكوا علينا. انتوا معروفين اهل بعلبك هيك يعني ستريكت، يعني خلص ما في مزح معكم، فخلصونا وبنحط تمام معكم شي وزير شي نائب. اهل بعلبك لك لا شني، اهل بعلبك معتبرينهم من هالبلد لك يا جعدانيسا. هن البلد كله يا تمام. تمام يا نوح. ليك مش ضروري حدا يعتبرك. اهل بعلبك يعني مش معتبرينهم من هالبلد اساسا. بالعكس، انتم البلد كله، ما انتم من عندكم مصدر السعاده للبلد، ما معروفين فيها. هيدا اللي هن بس بيشوفوكم صح؟ غلياني ولا رخصاني حسب الدولار؟ عم فكر هيك بكل حلقه اصير اعطي لتمام منا شوي، بلكي بيروق. اعطي للسياسيين اللي انت راضيه عنهم مش انا. مين قالك ما بياخذوا السياسيين اللي عندنا؟ سأل نوح، هو بيعرف. السياسيين عندنا بياخذوا حشيشه. انا هو بيعرف. انا حاضر الحلقه معك. اوكي اسالي. ليك بدي اسالك سؤالين. اذا توزع على المجلس على الدوله عندنا حشيش، مش بيصير عندنا بلد؟ بلكي بيضيعوا شوي ولا هن خلقه مضيعين؟ لا ما بتضيع، بالعكس ما بتضيع. انما اللي عندنا نحن نزروز. لا ما تفوتيني بالسياسه. طب وزع شوكولاته وطعمينه يعني. خلص ليك، يا بتعمل هيك يا نوح يا بتنجي انت بتحكم، خلصنا.
اول شيء نحن بنحترم انه يكون رئيس الجمهوريه ماروني اكيد، انما يا ست الحسن ما بعد قال لي ست الحسن يعني حلوه حياتي انوح حياتي انوح انا عن جد الوضع حساس جدا، الوضع هلا حساس جدا، صار عندنا رئيس حكومه هلا بعدنا محلنا يعني رئيس حكومه ورئيس جمهوريه ورئيس مجلس بعدنا محلنا ما انا عارفني او لك بيتغير هذا الموضوع ولا بده حشيشه هلا هي القصه ما دخل ليك شو بتعمل انا هلا اجتني فكره الواحد ليشوف البلد مغير بيقعد هيك بيحط بياخذ شويه حشيش وبيطلع بالبلد بيشوفها مغيره غير هيك ما في مجال تتغير صح ولا لا هلا انت انا حاسس انه انت شايفتيني طحبوش حشيش مش انا ليك انا بدي لك انا هلا انا حكب حك انا هلا الحمد عشانك عم لك تعال خلصني في مع تمام ايه ما بعرف ليه هيدا السؤال عم بكب لي كل شوي كل شوي ما عم بفهم ساعه بيقول لي كيف ساعه بيقول لي ابو الكيف ساعه بيقول لي كيف كيف ما بعرف شو مكيف اليوم هو عشو مكيف انت شايفه شيء هاليومين لا لا مش شايفه انا بس ما بعرف انه بالعادي علي على سؤال لحتى يخربص لك دماغك صعبه قلت لك بس يسال سؤال اكثر من مره ما تجودي تجاوبيه طب قد ايه نسبه السياسيه اللي بتعاطوا انت اكيد بتعاطوا لو كانوا بني ادمين لو بتعاطوا والله انا ما بتعاطى لحتى اعرف مين برافو عليك برافو برافو هو يا ريتهم بيتعاطوا بدي اقول لك ثانك يو كثير وعن جد لازم اتعرف عليك شخصي اهلا وسهلا على راسي احكي احكي تمام نوح حبيبي انت ثانك يو كثير وانا وياك برجع بنتواصل يلا نتكل على الله حبيبي شكرا لك نوح زعيتر شكرا شكرا تكرم تكرم فكرت برجع خليني كمل اليوم الوضع كله مثل ما شايفه مخربط بدي روح على محل تاني اللي كنت عم بحكي هو عن زواجك قلت انه انت غلطه وغلطتيها وندمان عليها طول عمرك عايشه على اغاني هاني شاكر صح مزبوط ليه بطلتي بعدني بتعرفي تحبي انت هلا انا ما انا قلت لك يمكن حيواني وما هبله بقصص معينه بس بني بلا احساس بتعرفي تحبي اكيد بعرف حب ليه ما حبيتي لليوم لا هلا ليك هو قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ ليه ما حبيتي بعد لليوم؟ هلا حبيت نوح وحبيتك إلك. عرفت؟ حلو. لا هو الحب مش هيك ما فيك تقول ليه ما حبيت وقتها بده يكون الحب بينوجد بينوجد ممكن بأي ساعة ممكن بأي دقيقة قلبت حنوني فجأة. جعدانيستا أنت مريضة نفسياً؟ وأفتخر. وتفتخرين؟ أنا لبنانية. أوف. طبعاً. كل اللبنانيين اليوم مرضى نفسيا ما عندهم غير حال لانه ليش خلوا لك نفسيه تعيشها اذا كنت مريضه بس مرض عن مرض يعني مرض عن مرض بيفرق لا 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 كنا عندنا قصص عندنا وجع عندنا قصص في مرض نفسي مش من ايدنا بس هيدا فرض عليك انت منك مريض نفسي لا تمام لا تمام طيب خليني اروح لسؤال جديد يمكن كمان وجه بوجه انا وياك انا اليوم بدي اسالك سؤال انت عامله عمليات تجميل عاملة شو عاملة؟ قلت هذيك السنة سامعة الشائعات اللي بتطلع عنك جعدانيستا؟ سامعة انت حضرني على التيك توك؟ لا لا انا عم بسألك هلا نسير التيك توك ونسير السوشيال ميديا اليوم بمع تمام بدي عطيني لا انا بدي اسألك انت تقولي لي اعطيني لا يعني اليوم بقولوا لك انه انت متحول جنسيا عادي بيقولوا من كنت رجال صرتي مرة هيدول ايه سمعتيها هاي؟ ما بدك طيب شو جوابك؟ يعني اذا بيقولوا لنادين نجم هالشيء وبيقولوا لمايا دياب هالشيء هلا انا ما بتشبه لهم يعني هن اكبر مني بكثير يعني ما خصنا بعض اذا بيقولوا لفنانه لطشتيهم لطشتيهم لا لا اكبر لا مني بكثير هن حيقولوا معي حق اذا دائما هن بيكبوا حرام بقصص معينه بيفكروا انه بيجرحوا بالنهايه المتحول بني ادم طب ليه طلع عليكي هيدا الصيت؟ ليه طلع على الاطوال ما بعرف وعريضه انا لا شو معروفة لك حكيت لي بدك إلا ما تقول لي عريضة أنا كثير ضعيفة أوكي بس أنت عاملة عمليات لا؟ لا شفت ما شفت لا شو عاملة؟ عاملة تامي تاك طيب عال طب لما نقال أنه أنت تحولتي من رجل لمرأة شو كان ردك؟ ليش نقال هيدا الحكي؟ طب ليه؟ يمكن لو قبل جعدانيستا يمكن كنت اتضايقت وهلا بتتعلم على فكرة السوشيال ميديا مش بس أنت بتعطي بتعلمك أنه أنت ما عم تتعاطى مع عالم مفتوح أوكي؟ فكتير في ناس عندها نقص كتير في ناس عندها أذى يعني أنت عم تعلم يعني مثل عالم مجانين كتير بقلبه وفي عالم كتير بتفهم فهول العالم أكيد هن عندهم مشكلة وقت يجوا يحكوا بهذا الموضوع يعني ويمكن قد ما عم يشوفوا أشياء غريبة على السوشيال ميديا ببلشوا يفكروا هيدا طيب اليوم ردك مع تمام شو بيكون عن هيدا السؤال أنه يطلعوا بحالهم هن راضيين عن نفسهم
قبل ما يجي ينتقدوا غيرهم. وغير هيك وقت تقولوا متحول او متحوله او جاي او لازبين او اي شيء ثاني لازم نحترم الكل. هيدا احترام، هيدا انتم مين لتيجوا تقيموا؟ صح. بالنهايه هن راضيين عن نفسهم. انت راضيه عن نفسك؟ لا، يعني فيك تقول يمكن 60% 70%. دائما اكيد الانسان بيطمح للاضبط للاحلى. الناس بيشوفوك على السوشيال ميديا وبيتابعوك، بس يعني اعذريني شوي، زنخه. تمام، انت تمام، انت تمام، احكي اللي بدك اياه. زنخه انه اليوم بعد وحده بعمرك بكاركتيرك. شو بعمري؟ بعمرك تمام ليك. انا ما في انا ما عمول عمرك يعني هلا الا هي قصه. قلت العمر. عمرك قد ايه؟ عمرك ما بعرف صراحه. طيب بعمرك انت اليوم بعد ما عامله كارير لحالك، ما بتستحي اليوم انه بعدك تاخذي مصروفك من اهلك؟ مين بدي اخذ مصروفي منك؟ شو اشتغلي، روحي امني كارير بحياتي. عنده شغل. ليه حبيبتي؟ مين قال لك ما تخاف؟ ما تخاف، جاوبيني على السؤال. شو السؤال؟ هلا اذا بوقفك على الكاميرا يغزل العين طول و انا عندي ديسك من ورا هالكلمات والله العظيم، عيون ضلت ترقني. اوكي، كمان فنجان عين. ما بترقوكي عين انه قاعده بلا شغله ولا عمله؟ بالعكس، بس قاعده على السوشيال ميديا عم تطقي حنط. مزبوط، وافتخر. عم تفتخري بشو؟ احلى ما ضلني عم بتعذب على شي فاضي واركض اركض اركض ويجي ناس يكسروا لي مستقبلي ويكسروا لي طموحي يروحوا لي اللي انا تعبته. مين هن؟ مين هن؟ مين إلي؟ مين دولتك وحياتك دولتي وبلدك؟ طب انت كيف 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 قدراني تضلك عايشه من ورا مصروف اهلك؟ ليك انا بقول لي ما عنده سند بهالحياه كثير صعبه. صحيح، عن جد انا صح. بفتخر بعائلتي وبفتخر ببي وامي وبفتخر اهم شيء باخواتي الشباب محمد وفاروق. تحية كبيرة لمحمد. اكيد تحية كبيرة. هالقد معلقة بمحمد؟ بموت فيه. يعني هو يعني اكيد بي الاول، هو بي الثاني. فيك تفرجينا شو عاملة لمحمد؟ اكيد. هيدي؟ هيدا محمد. محمد، ليه مش بالقلب؟ بالقلب بنتي. بنتك. اكيد. اللي هي كيانا. اوكي. محمد ساعدك كثير بحياتك. اكثر ما بتتخيل. ساعدك بحياتك لتنقلي من حياة لحياة. بعدك كنت عم تسألني عن بيي، قصة انه جعدانيستا وجرسة وما بعرف شو هدول قصص. لو ما خي محمد يمكن كان مشي، كنت ممكن ارضخ لبيي. لأنه هو عنده ثقة كثير كثير كبيرة فيي. فقال له طول ما هي صح اتركها. يعني حرق. محمد شو أحلى شيء؟ بتمنى تجاوبيني بجرأة. أحلى شيء عمل لك إياه بالحياة؟ أعطاني حريتي. من؟ من القيد الزواج الغلط. وحماني بكتير أمور. يعني جعدانيستا قويتا بعتقد أخذتها من عائلتها. بعديني عن جعدانيستا. ناتالي قويتا أخذتها من عائلتها. بعديني عن ناتالي، عم بحكي عن طلائك يعني. شوفي اليوم صح؟ ايه. يعني لو ما محمد اليوم أنت ما بتطلقي؟ ممكن ايه. أكيد ايه. برجع بقول عن جد بسمع. جاوبيني ليه ما عملي كارير؟ ليه ما عملي كارير لحالك؟ ليه ان شاء الله. شو ناطره يصير عمري 50 سنه؟ كنت عم ربي بنتي، بعدني عم ربي بنتي 50 سنه. ايه شو ناطره؟ ايه وصار عمري 50 سنه غلط. شو لا اكيد لا، بس قصدي لازم تاسسي لحياتك. اسس لحياتي يعني اليوم معتمدي على بيك كل الوقت، على خيك محمد. امين يا رب، وتحيه لهم. بس اليوم انا عم بسال كبنت مثلك، اليوم ما لازم يكون عندها وظيفه؟ ما لازم يكون عندها كارير؟ يا ريت تجيب لي كل اللي عندهم وظايف وكارير. قلتي هلا هلا، بس نحن بعدنا لهلا عم نشتغل. مين ما كان عندي؟ جاوبيني على السؤال. ليش؟ انت لانه دومينك مطلوب. طب هلا جاوبيني على السؤال، ما تهربي. ما عم بهرب. اوكي جاوبيني، ليه ما هلا بعد ما اشتغلتي؟ لانه انا ما بقبل. لانه معكم مصاري؟ لانه انت عايشه مصاري. لانه عايشه مرتاحه برفاهيه؟ بس سؤال. أنا؟ ايه انت من دومينك. الحمد لله، مش عشان هيك بس. مش عشان هيك، لانه عندي عائله كثير بتخاف علي، وعندي عائله عندها في على فكره انت شايف. طب ليه ما بنيتي كارير؟ لانه وين بدي ابني الكارير؟ ايمتى بدي الحق ابني؟ تزوجت، أوكي. اوكي، عشت هالزواج، اجيت طلقت، في بنت عمرها سنه ونص كانت معي وما دخلت عنا. هالسنه ونص هي واجبه عليها ضلني معها. هي كارير تاعي صراحه، والحمد لله انه عندي عائله قويه. يمكن لو ما كان عندي عائله قويه كنت شفتني مدمره. وهذا اللي بتخافي منه؟ اكيد بخاف منه. هلا خليكي معي وجه بوجه، طلعي فيي وعلى كل سؤال بسالك اياه جاوبيني عليه. شوف، من شو خايفه بحياتك؟ انه لا سمح الله انا يصير الشيء وبنتي تبقى وحيده. غير من العازي. العازي اكيد. اللي بيعرف جعدانيستا بكل جلساتها بتحكي عن العازي. اكيد. بوقت انت مش بحاجه، مش بعازه حدا ولا بحاجه لشيء. ليه على طول هيدا الهوس فيكي؟ ليه على طول هيدا بدمعك؟ هيدا بيخليكي تبكي امرار؟ ما بعرف شو السبب. لانه كنت تعرف الحياه شو هي. انت بتكون باني بشيء معين، ما في وقت تشوف اغلى ناس عندك راحت، وقصه عالم بتحبها بتروح، واولاد بيفقدوا اهلهم، واهل بيفقدوا اولادهم. بتحس انه
هيدا الشيء بيصير ممكن هيك، واكبر اثبات اللي صار عندنا بلبنان. اوكي اربع اب رح ارجع عليك، ما بقى تحوليني سياسيا، خليني بالانسانيه اللي عندي. العازه بتحكي فيها، عطيتك يعني وحده مثلك، وحده مثلك اليوم ما بتفكر بهيدا الموضوع. يمكن لانه انا بحب كون مثل ما انت بتقول، كون عندي الحريه بيقولوا خايفه بطل يصير معك مصاري. لا لا مش كل شيء مصاري، انا ما بعيش. خايفه تموتي وبنتك اليوم، انت شايفني حدا بعيش؟ خايفه بنتك، ايه هيدي بتخوفني. خايفه انه تموتي انت لا سمح الله، بنتي تعوز وبنتك تعوز. اكيد بفضل انه اذا بدها تصير هالشغله يكون انا مأمنتها اوريدي، تكون معلمتها وعطيتها السلاح بايدها تكمل ساعتها. مش كل شيء المال، المال انت بتعمله. انا هلا يمكن عائلتي هي حميتني، بس صدقني تمام اذا لا سمح الله انا كنت لحالي، انا مأكد انه ممكن ولا ممكن بقشط، لاني مربيه صح. انا بدي هني عائلتك اللي واقفه حدك، وعن جد يعني انا مش هلا عم بحكي بس لاحكي، لانه بتمنى كل بنت بيصير مثلها مثلك يكونوا اهلها حدا، مش يتركوها. لانه في اليوم نساء عم تتعذب من ورا هيدا الموضوع، في نساء ما عم بتطلق من ورا هيدا الموضوع. انا صفحه كلهم عندي شيء ببكي. بزواجك شو اللي بكيك؟ زواجي طلعي فيي بكاني انه طلعي فيي اختياري الغلط، او لا حتى اقول لك شغله ثانيه بكيكي، بكاني اني ما قدرت مثلا فرجي اهلي يمكن الحلم اللي هن كانوا عابينهم يشوفوه بنتهم مبسوطه بحياتها مزوجه مستتته مغنره مثل هدول الخزعبلات اللي ربونا عليها. اوف ما في شيء اسمه هيك، زواجاتنا كلها غلط بالشرق الاوسط. يعني انت مؤسسه الزواج بتعتبريها مؤسسه فاشله؟ اذا بضلهم هيك ايه، اذا بضلهم هيك ما تتفلسفي، جاوبيني على السؤال. ما تتفلسفي، عم بسالك اليوم. مؤسسه فاشله لانه مبنيه على التقاليد. انا مزوج وما بعتبرها مؤسسه فاشله، لانه انت عندك حريه، انت اعلامي، انت غير انا. شو اسوأ شيء بحياتك الزوجيه كانت؟ فيك تقليلي ما بدي جاوب. لا 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 منه سواء منه سوء، هذا بيصير بكل للاسف بدي اقولها للعالم تتعلم. شو وقت انت تكون عقلك شيء وعقل شيء، تفكيرك شيء وتفكيره شيء، هذا كثير شيء بشع، هذا كثير شيء بوجع. طيب شو الشائعة الوسخة اللي طلعت بزواجك؟ شائعة وسخة؟ بغير السؤال؟ غيره. اوكي. قبل ما اسألك عن الرادع، ليه عم تضحكي؟ على أسئلتك الموضوع بحبهم كثير، بحبهم كثير، ما تعيدهم. جاوبيني على هذا السؤال. أجاوبك. ليش ما بيشوفوك مع رجل؟ ساعة لزبيان ساعة. لا 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 لا، انسي مش كل شيء وحدة ما كانت مع رجل عن لزبيان، بس ليه اليوم؟ هيدا مجتمع مريض. هيك قلت الحمد لله. لا انا بعرف هيدا مجتمع مريض. أوكي. بس انا بدي اياكي انت، لانه انت حضرتك على السوشيال ميديا وانت الشخص اللي بيطلع بيعطينا الارشادات على الهوا، مع انه ما بعرف مين حضرتك لا تعطينا ارشادات، بس اليوم جاوبيني. ماني حدا. فاذا نمحي مع السوشيال ميديا، اذا ما بنمحي العالم، اذا اليوم منك شايفه حالك، ما انا اللي حاطه حالي، اذا منك شايفه حالك شيء هن اوكي. وطي لي اصبعك لو سمحتي. هلا مزبوط، مش ما كان بيروح. وطي لي اصبعك. مزبوط، برافو عليكي. جاوبيني على السؤال. قبل ما اسالك مين الرادع بحياتك، جاوبيني ليه ما بنشوف رجل او بنشوفك ظاهره مع شاب او مع شخص رجل؟ ليه على طول بيقولوا لك ما شفناكي ولا مره مع رجل؟ لانه هي مش ستايل، مش ستايل، ما لقيت الرجل المناسب يمكن. بس السبب في طريقه كيف بدي افسرك، تسمعيها هيدي الشغله؟ شو بيقولوا لك؟ شو بيقولوا لك؟ انه اكيد انه معقول انت ما بتحسي، ما عندك احساس، المره الوحيده. أوكي. عندك هدول بتسمع كل رجال بده يجي لك الشاب اول ما بتقدر تعيشي بلا رجل؟ بتقدر تعيشي بلا رجل؟ ما في حدا بيقدر يعيش بلا رجل. اوكي اكيد، بس في بس انت بتكره الرجل، انت بتكره الرجل. لا بكره الـ الرجل اللي بيسمي حاله رجل، هو منه رجل، هو كذاب. يعني ايه ذكر، هيدا هو، هيدا اللي بكره، اللي عندنا يوم كتار. اللي مثلا نجيب لك كل واحد مزوج بيجي بيتعرف عليك، اوكي دائما عنده مشاكل مع مرته، عنده نفس السيستم السدي، ما بيغيره يا حبيباتي، غيره وين كاميرا، غيره جلده، مش ظابطه، مش متفق مع مرتي كرامه الاولاد، مش ظابطه، خليك مع مرتك ما تتجوز. هيدي نقطه. بعدين الوسخنه كثير بشعه، يمكن غيري ما عنده مشكله السر وما السر، وللاسف تمام للأسف قصة، هلا مش بس هو بحق له، قصة المرأة المتزوجة اللي بتخون زوجها وبعدها متزوجة كثير كترانة بلبنان. نفس الشيء الرجل، هيدي صرنا موادين عليها. انت؟ بعرف شو عرفي؟ بعدك عم تحكي سوشيال ميديا، كله بيصب عندك للأسف. إنه نحن بطل لا عندنا لا قيم ولا أخلاق، التغت كل هالقصص. إيفن بطل في حرام. ما تروح بعيد. شو؟ بطل في حرام.
بطل في حرام. وجود الرجل بحياتي اكيد لازم، الحمد لله. انا يمكن اوكي مشاعر، بس انت ما بدك رجال هلا. انا عندي، انا بتعرفي الرادع الوحيد عندي. لا لا لا، حارجع للرادع الوحيد لانه عندي سؤال كبير عنه. شو؟ انت اليوم ما بدك رجل بحياتك؟ بتمنى يكون عندي رجل بحياتي. بس انت بتكرهي الرجل؟ ما بكرهه، بس انت بتعتبري الرجل كذاب اغلبيتهم. ايه، مع احترامك هالقاعدين كلهم يعني. ملحر هلا شو حيكذبوني؟ اكيد حنكذبك. لانه مش كل الرجال كذابه. الله يرحمك يا امل حمادة. شو؟ الله يرحمك يا امل حمادة. قلت لي بدك تهدي هيدي الحلقه لامل حمادة. ايه انا هاي المخلوقه بحبها، ومن وراك انا ما تعرفت عليها لايف. بس عن جد يمكن انت الشخص الوحيد اللي اعطيتها حقها. الحمد لله. وهي الله يرحمها. ليك امل حمادة، ابعدك عم تقول لي انت ليش مشهوره ما مشهوره؟ هي كان فيها تكون اشهر مني بكثير، بس وقتها كان قليل، بس ربنا عطاها فرصه العالم كلها تحكي عنها. لا بعدين وهي شو عملت؟ ما عملت شيء، عملت شيء صغير. صح. حكيت الحقيقه. هي بس. وانت عم تحكي الحقيقه اليوم؟ انا ما مني امل حمادة. انت شو؟ هي هي اذكى كانت بقصص. هي غير كونسيبت. خلص خلص طلع طلع من معي موشك هلا. هي كانت مش اذكى على فكره. امل حمادة اذكى مني. حرام بدي اقول شغله، بنكون احنا ظلمناها. مش اذكى لانه هي كانت تفتعلهم، لا كانوا يطلعوا منها طبيعيين. اوكي، يعني هيدي اللي بدي اقولها. مش اذكى، هي غير، هي شاطره كثير بال. انت لو ما عندك، انت لو ما عندك رادع كنت رحتي للسيء. انت لو ما بنتك هي الرادع ما يروح للسيء. شو؟ انا عندي عائلتي ما تخاف، عندي خي. لا اعوذ بالله. بس كنت رحتي. بس يعني انا ماني مربيه يعني من هيك. طريقة حكي. يمكن كنت غلطت، كنت صدقت، كنت انجريت بعواطف محدده، كنت انه ضعفت قدام الغراميات والكلام الحلو والورود والاشعار وال. يعني بنتك هي كانت الرادع لما تروحي للسيء. بنت رادعه، مش كانت رادعه من وقت ما خلق، وانا وحب لها فيها رادعه. اوكي. وبنتي اللي غيرت لي مصير حياتي كده. اوكي. انه من وقت ما عرفت حالي حب فيها بلش الوعي بقصص مني متفقه هون، اذا كبرت هون، اذا صار هيك هون. بلس وقتها من هاللي طلقت بنتي صارت هي حميتني مش انا حميتها. طلعي بكاميرتك لاول مره، فيك تكوني جديه بس لمره واحده. طلعي بكاميرتك عم تحكي مع بنتك، وهيدا رح يبقى للتاريخ اكيد. اوكي، بدي شيء نابع من قلبي غير انه بحبك وحياتي وعمري وكل هيدي الامور. بدي شيء مش قايلتي قبل، اليوم بتقوليه عن بنتك وحرقة من جوا. بدي اقول لها انه هي سبب وجودي صراحه، هيدا اهم شغله. وغير هيك اللي هي اللي عم تقويني مش انا عم بقويها، وبتمنى تضلها هيك. يعني بتمنى كمان حظها يكون احسن بكثير. وشو بدي اقول لك يعني، ما بحب احكي بال. بتقولي لها ماما ماما خايفه من شو؟ طلعي بكاميرتك بنتك هاي. خايفه يكون ظلمتها بمحل معين بالحياه. بس بس انا مني ندمانه انها هي اجت، لانه هي يمكن الشيء الوحيد الحلو بحياتي. ظلمتيها بشو؟ انا جبتها على الحياه. يعني حياه منا كثير فيها صعوبه، يعني الولد كثير حلو نحن بنبسط فيه. هلا اول بنتك عم تسمع اكيد اول كم سنه عم بتقول ماما قالت انه ظلمتها، خايفه انه يكون ظلمتك. مين فينا ما بيفكر انه نحن ليش جابونا؟ شو؟ بقت بواقع هيدي سنه الحياه، بس نحن بنفكرها سنه الحياه. ايه انا ما بحبها هي تفكرها. انا بحب اتفكر دائما الحمد لله انا اجت. اوكي، ما بديش نرد لي طب انت قصرتي معي هون. بس انا بتمنى ما ربيها التربيه اللي بيقولوا عنا انه كيف بيقولوا النزعان. بحب لك كل انسان بحب يشوف بنته. هلا صرت اعرف قيمه امي. وقتها كانت تقول لي بحب هيك واعمل لي هيك، وكانت بهدلني ايام على قصص معينه اللي بدها تشوفني. بقول انا شخص انا ما بحب كون هيك. بتفهم هلا هذا الموضوع. جعدانيستا، اول شيء الله يخلي لك بنتك. اي لاف هير، اكيد بموت فيك يا ماما. وتقدر تربيها احلى تربيه، هيدا ما تمناها. انت تابعه لحزب الله؟ تابعه دغري. انا تابعه للمقاومه اللبنانيه. لحزب الله والمقاومه؟ ما تابعه، انا ماني تابعه. ما اسم تابعه مش حلو. اليوم بعيطوا لك انت متابعه؟ لا، هن يصطفلوا اليوم. يصطفلوا يصطفلوا. جاوبي. شرف لي. انا اليوم ما عم بهينك. انا اليوم عم بقول لك ماني هينه. هذا شرف، هذا شرف. انا اليوم عم بقول لك بس انا مش تابعه، ما عندي اسمي مع حزب الله. لهم بس بتأيدي حزب الله؟ ما بيعرفوني. بتأيدي حزب الله سياسيا؟ ما بأيد حدا ابدا 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 ابدا، لا حزب الله ولا غيره. ما بأيد حدا سياسيا. كل شيء حدا موجود بالسياسه اصلا هو عم بهين. لمين تابعه؟ انا تابعه لوطني. لا هيدا الشيء الوطن. اوكي، هيدا هيدا الشيء هو ديني. وحزب الله؟ حزب الله هو حميني بمحل معين. حميكي؟ انا بنت جنوب تمام. المقاومه؟ المقاومه هي تاج راسي. تاج راسي. والجيش اللبناني تاج راسي. اوكي، واصلا هن نفسهم هن واحد بالنسبه لي. اوكي، وحاجه العالم تصطاد بالمي العكره، هيدا ابشع شيء عنا. يبقى هو دمر لبنان. اذا كل هول كمان ما رح اقرا، ما رح خلي الكاميرا تشوف. بس جاوبيني، فيك تقولي ما بدك تحكي؟ ما بدي احكي. ما بدك تحكي؟ لأنه في عالم جاهل كتير. بس كمان هيدا على الراس من فوق.
ما بتفرق معي، بس انه انا ليك كل انسان بدافع عن الارض، انا عدوي الوحيد ورضيت هيدا الشيء اوكي هو اسرائيل وبس. خطر تذكرت شغله انه انت بتقولي بزمن قل فيه الرجال اليوم من هو الرجل الحقيقي؟ سامح السيد حسن نصر الله، تحيه كبيره للسيد حسن. أكيد. بس هو الوحيد رجل بتشوفي بمواقفه؟ هو بيتاخد منه كتير معايير من الرجوليه وقت بدك تشبه ناس للرجوليه. بس لما بدك تقولي بزمن قل فيه الرجال، قل كثير فيه الرجال. اوكي وينهم؟ بس في كتير رجال. وينهم؟ كلهم كذابين تقريبا. شو؟ من الحكومه من عندنا اللي ما بدك، مين عطيني الرجال يعني؟ اليوم ما في رجل الا السيد حسن؟ جاوبيني على السؤال. في بيي وخيي. بس عم تحكي انت قل فيه الرجال. السيد ما بيرضى اصلا تحطه بهالآمن، ما بيتشبه للعالم كله اكيد. ما هو اكثر انسان متعلمنا التواضع. فما فيك تقول انه بتشبه السيد. هون بكون عم خلي حزازيه للعالم شوفوا كيف هن بيعملوا. نحن مش هيك، بيقولوا انه هن والله بقلهوا للسيد. بدك تقولي لي انه انت مش تابعه لحزب الله؟ ما اني تابعه لحزب الله سياسيا. ما ذكرتي لي حدا غير الحزب المقاومه. استاذ نبيه. ايه استاذ نبيه شو؟ دكتور اذا خيرتك بين إذا خيرتك بين دولة الرئيس بري والسيد حسن نصر الله مين بتختاري؟ حسب السؤال. سؤال لا 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 هدولي هدولي سؤال واضح. بعدين سؤال. أنت ليه عم بتحطني بمحل معين؟ هلا بعرف إنه ما بتعرفي شيء بالسياسة. لا لا بس لا أنت لا ليه عم بتحطني بس باثنين شيعة؟ أنا عبالي. لا جيب لي غير. لا لحظة. لا أنا ماني ما بنتمي للأديان. أنت اعترفت إنه أنا بنت جنوب. بنت جنوب بس ما بنتمي للأديان. بس أنا سألتك سؤال. ديني لنفسي ودين الناس. بدون ما تراوغ. ما بحب الأديان. اليوم دولة الرئيس بري أو السيد حسن نصر الله مين بتختاري؟ انت اليوم يقال عنك انه انت تابعه من هالعين ومن هالنعم. انا ماني تابعه لحدا، انا تابعه لوطني. بس برجع بقول لك نمبر 1 عندي هو الوحيد السيد حسن, السيد حسن نصر, الله. نصر الله. نعم. جاهزه فرجيكي صندوقك الاسود؟ ما ضروري تجاوبيني للصندوق الاسود. ما شو دغري بيقول لي خذ رايي. طيب بالموضوع بدي اشرح. حسن في عندك صندوق ابيض؟ وصلنا للصندوق الأسود وغيرت اللوك على فكرة. هالقد بتتغيري مشان ما قلك شي تاني يعني؟ شيل وقوف شي. قال عود شيل وقوف شي. نعم فاجيك وجه جديد. النوم شو؟ تنكيش. تنكيش بس انت هالقد بتتقلبي يعني بي بي بشكلك انا مع تمام. ايه بتتقلبي؟ كيف يعني مع تمام؟ يعني بدي اعطيك يعني بعرف اي ساعه ممكن توتر سو هيك اضبط. بتخبي وجهك وكذا وهيك. اوكي الصندوق الاسود هو عباره عن قصص بتمر بحياتك وانا عبالي اعرفها منك ويمكن مش هيك فيها حياتك شغله. ايه حياتك موجوده بقلب الصندوق الاسود. أنا؟ يمكن تكون عيب كمان تنعمل. كلنا حنروح على الصندوق الاسود. ايه ما رح طول كثير عليك. هيدا التاج راسنا. تاج راسك الجيش نو شو الجيش. انت اليوم نسمع جمل بتنقال انه فدا صباط السيد. انت حضرتك كنت عم تحكي من شوي عن انتماء مش انتمائك تقربك وحبك الكبير للسيد حسن نصر الله. اليوم انت بدي عزمك تمسكيه. هل بتقولي انه كل شيء بهيدا البلد فدا صباط السيد حسن نصر الله كما يقال؟ مش انا بحبه لسامحة السيد. ايه هو ما بيقبل واحد يحكي هيك عنه لانه هو ما هيك علمنا. انت مع اللي بينقال انه فدا صباط؟ انا ما بحب هيدا الحكي. نحن أرواحنا فدا الوطن وحامل الوطن هو السيد. طيب نحكى عن الصباط اليوم شو بتقولي عن هذا الصباط؟ هلأ صباط المقاومين. ايه هيدا صباط على رأسنا من فوق أكيد. هو قال أقبل نبل أقدام أقبل. أوكي. ايه نعم. أكيد نفس الشيء يعني الصباط. هلأ لا ما تلبسي أنت قلتي على كيف؟ على رأسنا المقاومين والجيش اللبناني. أوه. الجيش اللبناني على رأسنا. طيب هروح على منحى آخر. انسى يعني اكيد المقاومه وانسى الجيش على راسنا اثنيناتهم اللي بنرفع القبعه على الهم وحضورهم الكبير. هيدا الصباط اذا بدك تضربي حدا فيه اليوم من السياسيين مين تضربي؟ كلهم. طلعي بكاميرتك قولي كل بدكم قتل بهيدا على فكره لانه كلكم روحتوا قيمته لهيدا اللي حمل وطن من جيش ومقاومه عم بتبيعوا الوطن فكلكم بدكم قتل بهيدا. ما في سياسي واحد يعني صراحه غير الثاني سياسي. عبالي تضربي حدا فيه من الاصحاب مقربه. لا لا ما قلت شيء. انا ما حكيت شيء. طيب بدي اعزمك تمسكيه. شو بدي احس صباط انا؟ يا تحب مسكني صوابيط بويا نظف شو بدك لمين؟ اوكي 9 وقد ايه؟
مين هيدا؟ اوريجينال مين لابسه؟ لإلك؟ لإلك هيدا؟ ليكي روحي بدي روح على منحى آخر ومعيب جدا. اوكي؟ شو المعيب؟ المعيب ما معيب إلا المعيب. فينا أعمل شيء أنت بتعمليه على طول وبشوف إذا بحق لي الله. مثل ما انت بحق لك الله بحق لي اختك هيك عادي اذا غلطانه ليش لا خوفتني انت هيدي شو هلا بدنا نجيب الشحيطه انت لابسه بوت ناولنا شحيطه هيدي المشايه وحده بعملها زياده كمان هيدي المشايه هيدي ما بتعرفها كيف اعمليها لغيري ما انت فرقتني انا تركتك انه انت مش عيب تخبطي العالم فيها في ناس ما بتفهم الا هيك شو في ناس ما بتفهم الا هيك احنا وتربينا ونحن صغار انا اكثر شيء بمسكها الشحيطه صراحه انت تربيتي على ضرب المشايه؟ على ايام باوقات محدده ايش انا بفهم بشي ثاني صاروا اثنين جيب بعرف تعملها هيدي عندي طريقه هيدي لا مش هيك هيدي اللي هيك بتمسكها اوب اكون سريع مين علمك على ضرب السرمايه؟ على ضرب المشايه؟ هيدا الشغله مش عيب كل الوقت ماسكه ما في عيب الا العيب في عيب كثير غير هيك اسمع شوي شو يعني كل ما انت حدا يزعجك تمسكي المشاية تضربيه فيها؟ هيدا نوع من الكوميديا الكوميديا هلا نحن وقاعدين برا في حدا زعجك قمت شلحتي من اجرك وعملتي هيك ايه اكثر شو قايل شو؟ بكون قال شيء زعجني عندك هيك عندك عقده عندك عقده المشايات كنت تاكلي قتلي بالمشاية انت وصغيره انا 41 عندك عقده؟ ما بلاقي قد اجري ليه ما بياخذهم رجال عرفت؟ انه 42 وطلوع بس مش لصالحك هيدا الحكي ليه؟ مش لصالحك ابدا مش هلا بدي يوقفوا لي على مشاية تمام كل حاجة تمام رح اوصل لا استنى شو مطلع لي هلا الصندوق الاسود الثالث شغلة بعد فيه؟ هو هوسك بالحياة هي راحتك بالحياة ضعف هي بتحبي تضعفي؟ ايه بتفضلي الضعف او الارجيلة انا بضعف قدامها صراحة بضعفي قدامها هي هوسي؟ ايه بس ما باخذ نبريش هيك بدي بلاستيك كيس اه بس سؤال خليكي مسكتي لو سمحتي خليكي مسكتي الأرجيلة قديش بتعني لك وليه بتعني لك هالقد ونحن ضد التدخين مين هيدا ضد التدخين؟ كل الناس ضد التدخين انا ضد التطبيع ضد التطبيع وايضا ضد التدخين التدخين ما بيفيد ما منه هالقد مضر قد اللي نحن عايشينه بلبنان من ورا هيدا الشيء التطبيع واللي بده التطبيع يعني هلا انت عم تساعد العالم انها تدخن ما خصهم لا بالعكس ما العالم عم تدخن فيه وبلاي طب ليه مهووسه بالارجيله ماني مهووسه بحب الارجيله انا لبنانيه بني انا حدا طبيعي مثلي مثل كل العالم لبنانية نص لا 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 لا, لا, لا. انا مثل كل العالم في ناس بتحب تدخن وفي ناس بتحب تارجل وفي ناس ما بتشرب لا ارجيله ولا ما بفعش صراحه هدول الناس عشان هيك بيوتروا العالم بفشوا خلقهم بالضيوف بالناس ايه طيب انا رح اطلب من فريق العمل انت ما بتدخن لا ما بتارجل هذا الشيء بخصني بخصك في ناخذ محلك دقيقتين لا رح اطلب من فريق العمل انه على الهواء بتتجرأي تقرقلي على الهواء؟ لا بستحي لا دخيلك او ماي جاد اوكي جاد شو عم بتصور انا؟ اصلا انت انعرفتي بالقرقيلي على السوشيال ميديا انعرفت مزبوط صح؟ مزبوط عشو؟ فاخر ولا نحن؟ ترغلي قرقيلي ترغلي قرقيلي خليكي معي شكرا يا اشرف رح اتركك مع قرقيلتك اوكي؟ بس قبل ما تروح مع قرقيلتك بيزعجك لما اعمل لك هيك تعمليها عليك تعمليها بعملها هيدي من المعيب كمان تعمليها اخي انا بالادب هيك احسن ميرسي شكرا لك خليك عم بتقرقلي رح نروح للفقره الاخيره وهي شوفي روح روح لحالك روح لحالك روح لحالك قرقلي انا مرتاحه نوصل للفقره الاخيره قبل ما فرجيكي اي صوره اذا هلا حط لك صورتك شو بتقولي ما انا يعني هلا ما عرفتك انه انت بخزل العين بتغيري 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 شو بتقولها يعني حيه مثلا جلدي عم غيرها حسيتك بتقولها بعدك ما قلتها ليش خلص على بالك تقولي انك حيه بتقى بتغيري جلدي انت بتشوفني حيه شو بدك فيي انا عم بسالك لك كثير بتغيري لوكات عشان ما يكون عندي هيك نفسيه تتغير دائما تجديد صوره الله اكبر هيدا رياض سلامه هيدا الانسان كارثه تفضلي كارثه شو بتعلقي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه زيرو احساس زيرو احساس زيرو وطنيه زيرو انسانيه حتقلي انه ليه عم تقولي هيك شو خصه ما غيره مثله صح بس هو بوظيفه لو هو وطني كان رفض كل شيء صار فينا وبعدين مش ناقصه مصاري
تعمل عيد ميلاد مرتك ما فيني غيره غير والله بقى صدقت كنت جوعانه بطلت صدت نفسي. طيب شو بتقولي له كلمه وحتطلع طلع بالصوره؟ الله يدوقه ليدوقه لكل واحد بلبنان كل شعب لبنان كلنا الله يدوقه الذل. الصوره الثانيه ليك انا بحبها كفنانه لانه صار في شوي هيك هي ما بعرف هي ما حكيت بس الفانزات حكيوا وقتها انه وقتها حكيت على جنوب مين؟ كارين رزق الله. كارين رزق الله شو بتقولي عن كارين رزق الله؟ بقول تضلها بالفن هي كبيره بفنها يعني نحن بنحبها على هضمتها وفنها ما تفوت بالسياسه بس كارين رزق الله يعني انا مثلا وقتها حكيت هيك انصدمت صرت اقول اكيد عم بتمثل عرفت بس خلص انه رجعت مرقت القصه وكلنا كان عندنا شيء جواتنا غضب بوقت محدد بنطلع اشياء بس الفنان برجع بقول السياسه بتروح وبتجي الفنان حلو يضل شو بتنتقديها بس بهالنقطه ما تفوت بالسياسه بدك تنتقدي عرفي منيح لا الصوره اللي حتشوفيها هلا بعرف انه كثير مزعوجه منها ايه بعرف انك ما كثير بتحبيها بعرف انك بتغاري منا يمكن ما بغار من حدا الا من احسن مني ديما صادق كنا عم نحكي عن الحقيقه من شوي ديما صادق ليك هي حلوه ديما صادق حيه باسلوبها ايه بنت جنوب ايه طبعا عشان هيك انا بنت جنوب عم بنتقد بنت جنوب بحق لي ديما صادق طب بس مش عيب تقولي عنا حيه هجومها واللي هي ضدهم بلا يعني ما في اذى اكثر من في منطق بكلامها عرفت؟ هي بتنجح طيب انا بالضبط ليه قلتي عنا حية؟ تفضلي لانه سماوية بمحلات معينة بتكب سم ومفوكسة على محل محدد يعني مفوكسة على الكل مين مفوكسة؟ مع سماحة السيد مثلا ليه برأيك؟ ما بعرف ليه ما بتفوكس على غيره؟ لانه عندها مشكلة يمكن بموضوع محدد خاصة بالمصلحة العامة ما بعرف شو قصتها ما معقول تكون في كثير ناس ما بيحبوه اوكي؟ بس مش هيك هلا عم بعمل لها كثير هلا قيمة نحن عم نحكي عنها بعتقد في غير صور؟ هلا هي حلوه ومهضومه كأم شابوبا إلها حتى احكي اللي علي يعني انا ماني حدا ما لي عليها مين انا لانه ممكن تقول لك مين هي جعدانيه ايه صح انه انت عم بتقولي بعمل لها قيمه زياده عن اللزوم لا انا احكي عنها بتعرفي هلا هي شو عم بتقول بتكون مين هالهبله مين انت مين مين هالهبله مين هاي الجعدن مين هيدي السخيفه ممكن تقولها سمعتها كثير بالسوشيال ميديا ما بتفرق معي بس انا ما عندي شيء ما عندي برجع بقول لك ما في مصلحه بحكي اللي عندي ما كثير بتضحكني الصراحه بتضحكي يعني انا وقت اكون معصبه بنطر ديما صادق لو بتنزل شيء لروح تشغل ايه بس هي في شيء ثاني بعدك طلعي ست لا عبالي تطلعي على الشاشه وحتشوفي اليسا وحش السنين شو بتقولي عن اليسا؟ فيني اقول شيء انت عندك انت ما بتحبي كلمه كره باليسا بس انت حدا ما بحب اليسا كفن؟ ايه يعني على طول كل حدا عنده سياسه ضد سياسه المقاومه او حزب الله اوكي انت ضده تمام فيك تسالني تقول لي مثلا اليسا فنانه اليسا الانسانه فنانه مطربة؟ مش واجباتي اسالك هذا السؤال واجباتي ايش مثل ما فتحت صوره هون تعطيني رايك تنتقدي ايه او لا اليسا اليوم ليه بتزعجك؟ لانه منا كيف بيقولوها هيدي مش حقيقه يعني منا صريح مش اللي بتقوله مش صحيح شو عرفك؟ لانه وقتها تطلع فنانه مثل اليسا دائما معروفه بتنتمي هي للقوات واحترامي للقوات انا ما عندي ابدا مشكله وبحبهم كلهم بس ما فيك بتحب تجد... القوات؟ ايه بحب القوات يعني انت بتحب القوات وبتحب المقاومه طبعا مثل بعضهم مثل بعضهم اكيد هذا ابن بلدي وهذا ابن بلدي انا في شغله بحب سماحة السيد اسمع كثير منيح تمام ايه عم بسمع ما بيعرف يكره طيب بس رح ارجع ما في تلقائيا بتطلع مع عدلك انه ما بقى تمدي لي اصبعك هي ما بتلبق لك ما بتلبق له اكيد بس انه تلقائيا بتطلع ايه طيب جاوبيني شو بدك يعني انت اليوم اذا حطيت لك المقاومه والقوات اللبنانيه اثنيناتهم مثل بعض ايه حزب بحزب اوكي يعني بتحبيهم اثنيناتهم مثل بعض ايه اكيد هولاد بلدي اوكي ثانك يو ليه بتكرهي اليسا تفضل لأنه غير انه ما صادقه هي مؤثره بس اليسا فنانه رائعه بجرب لك بس انه وقتها تجي انت يا اليسا تطلبي من العالم انه يشلحوا طائفتهم او
عبائتهم السياسيه وانت تقولي شرحتيها، طب الحكي ببلاش. وفعليا ضمنيا اكيد ما شرحتيها. بطلب لك وائل كفوري؟ بطلب لك وائل كفوري؟ ليه؟ لا، ليه؟ خلص بدنا شو ما نحط حالنا بمواقف مواقف مش عارف. لا ليك ما بعرف بس انه بس انت هوسك وائل؟ ايه بحبه كثير كفنان، بحبه كثير اكيد يعني. بس نحن عندنا كثير فنانين بعقده مثلا. طب اذا بدك تنتقدي وائل شو بتنتقديه؟ بنتقده ما عنده انتقاد، ما عنده ما فينا ننتقده. لا انا بدي انتقد وائل. لكن اذا حطيت لك ماجدة الرومي او جوليا بطرس مين بتختاري بيناتهم؟ هلا اتصل لك فيهم. جوليا. وماجدة بحبها كثير بس انا وعيت على جوليا بطرس، يعني انا جوليا بطرس بتشبهني باللي عم اقول لك بالمقاومه والثوره. مين قال لك انه ماجدة منا مقاومه؟ ايه بس انا وعيت على هذا الخط. انت مع التطبيع فشر. لمين عم تقولي فشر؟ فشر بنكون مع التطبيع. اوكي مين يعني بدي اقول لك؟ ايه اذا بتسالني انت حنطبع؟ على في كثير مطبعين ببلدنا. ايه بس فشروا انه حتى التطبيع ورق، اوكي كتابه على ورق. بس التطبيع بالقلب مستحيل تصير، مش حتصير. كلمتك الاخيره جعدانيسا، انا بقول ثانك يو كثير لحضوري. ثانك يو، اهلا وسهلا فيك. كثير نصح فيه الارض اللي حبيت. اوكي شكرا. انا تشرفت انه كنت موجوده. شكرا. نورتي مع تمام. اهلا وسهلا فيك. انت منور بوجودك. شكرا شكرا. فيني فل؟ شو؟ فيني فل؟ الله معك. الله اكبر. الله معك يلا. شكرا.